خد معانا اول تليفون. ام محمد، اهلا وسهلا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام حبيبتي، اتفضلي. ازيك يا دعاء؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. لو سمحت اسال الشيخ بس. معاكي. ازيك يا فضيله الشيخ؟ اهلا بيكي، مرحبا، اتفضلي. استاذنك بس عشان انا جاهله ومش متعلمه، بعد ما اقفل حضرتك تفهمني بالراحه السؤال بتاعي. حاضر. انا كنت اتخانقت مع جوزي، وفعلا بتخانق معاه. قال لي، انا قلت له تحرم عليا، عشان يعني هو حاول يصالحني، فانا قلت له لا، انت تحرم عليا زي اخويا. فعايزه اعرف، هي الست ممكن تقول كده لجوزها ويتحسب ده زي طلاق ولا لا؟ بس رد عليا فضيله الشيخ بعد ما قفلوا النبي. وليه تتعصبتوا قوي كده؟ احنا شوفي النهارده الحلقه بتاعتنا انه ما الناس يعني ما تتعصبش وما يبقاش في زعل وغضب كده معلش، وعصبيه. كانت مشكله كبيره ما بيننا، فانا قلت له تحرم عليا زي اخويا، فانا مش عارفه هو كده يتحسب طلاق ولا لا. ماشي، قال اجاوب على طول. لا، هو اللفظ اللي هي قالته ده من ناحيه الاحكام يعني، لا ما يتحسبش طلاق ولا كانها قالت حاجه خالص، يعني اللفظ ده يساوي صفر، يعني كانك ولا قلت حاجه خالص. بس حتى لو اللفظ الانسان قاله ممكن ما يترتبش عليه حكم شرعي، ما يترتبش عليه ان جوزك اتطلق منك ولا انت اتطلقتي منه، بس اكيد الكلام زي ما شفنا في التجربه اللي حضرتك عملتيها دي بتاعت المسامير والخشبه دي بيترك اثر. يعني هي اكيد ما انفعلتش من فراغ، ولا اللفظه او العباره اللي قالتها لجوزها هتعدي كده عليه بالسهل، يعني هي برضو ايه كأنها ممكن تكون مست رجولته بالكلمة دي، هتضايقه. وهي برضو أكيد ما استثرتش كده من فراغ، أكيد هو برضو داس على حاجة معينة فيها استفزها وخلاها تصل إلى هذا النوع من أنواع العصبية. ولذلك إحنا دايما بنقول التفاهم والصبر، وإن الإنسان إذا وصل إلى حالة من الغضب ما يمشيش ورا انفعالاته ويحاول إن هو يسكت، يقوم يتجاوز الموقف وبعدين ياخد قرار فيما بعد اما يكون اهدى، فيكون القرار عقلاني مش عاطفي. صح، خصوصا بقى المشاكل اللي هي الزوجيه دي اللي دايما بتبقى نتيجتها الطلاق والمشاكل دي، يعني لما يبداوا يتنرفزوا على بعض لازم بقى حد يقوم صحيح. يخرج، مش يقعدوا يكملوا يستفزوا بعض وهو يقول كلمه وهي تعلي عليه بكلمه وتوصل للطلاق.